بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتأمل مع موقف من مواقف السيرة، وما أجمل مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل قد شرب الخمر، فيسبه أحد الصحابة ويقول: ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن هذا الذي ارتكب ذنبا من الكبائر وهو شرب الخمر. تأملتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالوحي من السماء يدافع عن رجل شرب الخمرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في موقف المدافع: لا تقل هذا عنه، يرد على من شتمه وسبه، لا تقل هذا عنه فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله. تأملوا ما هذه الرحمة التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وما هذه النظرات الإيجابية التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان في طور تكوين الإسلام وتكوين الاعتقاد وتربية الأمة، ومع ذلك يؤتى إليه بعاصي فيلتمس له الأعذار ويبحث عن إيجابيات هذا الرجل فيقول: إني أعلم أنه يحب الله ورسوله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي إشارة أن من الأمة من قد يذنب، من قد يعصي، من قد يغفل، من قد ينسى، وإن كان معروفا مشهورا وإن كانت الناس تعرف عنه أخبارا وأسرارا، فإن كل إنسان معرض للذنب. إذ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو واقع فيه لا محالة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم خطاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا، يبين لنا أن الذنب قد يقع، وأن الإنسان قد يغفل، وأن إمام المسجد أو خطيب الجامع أو الداعية المعروف أو الرجل الكبير في السن أو فلان المشهور قد يقع، قد يذنب. لكن يجب علينا أن ننظر إلى ما هنالك في هذا الرجل من إيجابيات، أو في تلك المرأة من إيجابيات، إنهم يحبون الله ورسوله وإن عصوا وقصروا، فنفتح لهم أبواب الإقبال على الله تبارك وتعالى. وهكذا إذا عملنا بمنهج النبوة فلن نجد عندنا دفعا للعصاة حتى نجمعهم في زاوية واحدة ثم يكونون بؤرة فاسدة ضدنا، بل لا بد أن نفتح صدورنا لهم ونقبلهم ونعلم أن فيهم خيرا كثيرا. ويكفي أن الله عز وجل امتدح العاصي وهو عاصي فناداه باسم العبودية، فقال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلنكن على منهج الله وعلى منهج رسوله صلى الله عليه وسلم في قبول التائب إذا تاب، وفي نظرة إيجابية للعاصي إذا عصى. وأسأل الله أن يهدينا جميعا لما فيه صلاح أمرنا